تقدم بجدار الانتصار 2-0. هذا منطق جدا انه يعاني في الشوط الثاني لانه السد يلعب الكره في الجول والثالث الثالث العالمي الهدف الثالث يسر عليه محمد سقر. جونينو برنامبوكانو نعم هو من سد. جونينو هو المعروف عالميا بهذه الضربات، سجل في كبار اوروبا وسجل في دوري الشامبيونز ليج وسجل في الفيلودروم في جيرلان في لوي دو في جيفري جيشار، ولكن مش ممكن مش معقول هدف يسعد للحارس محمد سقر. كم انت ضعيف يا سقر وكم انت رائع يا قاسم يا برهان. ايضا المباراة لعبت في مستوى حراس المرمى، هدف ثالث عالمي، كورة ممتازة جدا من جونينو، لكن نبقى ونقول سقر عنده دخل، عنده سقر دخل في الهدف الثالث. تمركزه كان غالط، مقابلته للكورة كان غالط، مقابلته للزائر الغريب للخطير المثير البرازيلي جونينو كان غالط.